ما أجمل أن يعيش الإنسان حراً أبياً موفور الكرامة. الحقيقة أن الإنسان في مصر بيشعر بقيمته، بيشعر بفخر أنه بينتمي لهذا البلد العظيم. حتى لو أنت عندك أي مشكلة بتلجأ إلى شكاوى مجلس الوزراء وبيحل لك مشكلتك، يعني في مساحة، في مكان، في متنفس، بتعرف تروح فين عشان تعبر عن مشكلتك وتعبر عن احتياجاتك وتعبر عن انت عايز ايه، وبيتم حل مشاكلك على طول وبصورة سريعة. طب ده بيحصل في مصر، يا ترى ايه اللي بيحصل بقى في الدول المعادية؟ ايه اللي بيحصل في قطر على سبيل المثال؟ الاخ اللي اسمه تميم واللي فاكر نفسه بقى امير بجد ونظامه القمعي بيجي كده دروس في الديمقراطية. طبعا هو بيمول الخراب والدمار في المنطقة، ودايما بينشر أكاذيب من خلال القنوات الإرهابية اللي بيرعاها سواء كانت في قطر أو في تركيا. تميم بيواصل استعباد الشعب القطري المغلوب على أمره، وكأنه هو السيد والشعب في آن واحد. الكلام ده مش مجرد كلام مرسل، ولكن كلام علمي وثقته الهيئة العامة للاستعلامات في دراسة متخصصة عن القانون القطري رقم 18 لعام 2004، واللي صدر علشان يمنع ويكبل ويقهر كمان الشعب القطري، وبيمنع أي حق للشعب في الاجتماعات، في المسيرات، كمان في الاحتجاج السلمي. تخيلوا كل شيء هناك ممنوع، الشعب كله عبارة عن عبيد لهذا الأمير. لكن القنوات الإرهابية بتاعتهم بتطلع بقى وتتكلم عن حقوق الشعوب التانية، وتتدخل في الحريات، وتتدخل في الاحتجاجات، وتتدخل في أي حاجة، وكأنها موجودة معانا وعارفة أكتر مننا. ده مش في مصر بس، ده في كل دولة مش جاية على مزاج قطر. طب واللي بيحصل في قطر حد بيتكلم عنه؟ طبعا لا. للأسف الشديد من عدة سنوات قبل ما يجي تميم يمسك قطر، يعني نظام الحكم فيها، كانت قطر هي الرابعة على مستوى العالم في الاقتصاد، اقتصادها كان اقتصاد قوي جدا. دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ قطر وقعت، محدش بيسمع عن قطر. لو جيت بحثت تلاقي تميم وأسرته، تلاقي فضائح، تلاقي دايما فساد، لكن قطر لم يعد لها وجود على الخريطة. طيب تميم باللي بيعمله من قمع الحريات والقوانين دي خايف من ايه؟ ده سؤال بطرحه على الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء الخير أستاذ غنية، مساء الخير على المشاهدين. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. شايف إزاي الفرمانات وطبعا هذه القوانين اللي بيقوم بها تميم لاستعباد الشعب القطري؟ يعني أولي طبعا بنتكلم على زمين الخلق والأخلاق وكل شيء، يجب أن احنا نعزي الشعب المصري كله في وفاة والدة الشهداء عقيل أحمد منسي. يعني أنا بعتبرها دي أم الشهداء، وإن شاء الله يعني ربنا يكتب لها الجنة ويكفر عنها. يعني ده نموذج قدامنا، الناس اللي بيضحوا في سبيل بلدهم وبتقدم ابنها شهيد وتلحق به، وإن شاء الله يعني يلحقوا بالجنة إن شاء الله. يا رب البقاء لله. طبعا حضرتك سألت سؤال عن تميم وماذا يليه. قصة ببساطة جاية جدا، هي القمع، هي القهر، ان هذه الدولة قامت على هذا الاسلوب، على هذا القمع، وان الشعب القطري هو شعب شقيق، لكن يبدو ان هو مجبر على القنوع ومجبر على عدم التحرك. لان لما تيجي تبصي سواء الدستور القطري او القوانين اللي تتعلق بالحريات وبالحقوق، هتجدي انها كم من القيود والمكبلات لأي ممارسة وأي محاولة لممارسة هذا الحق. شفنا، وأنا أولا بشكر الهيئة العامة للتعليمات وزميلنا الأستاذ ضياء أسوان على الجهد اللي بيبذلوه علشان نعرف الشعب المصري اللي بيتكلمونا على الحريات وبيتكلمونا على الحقوق حقيقتهم إيه؟ مدروس، هذه الحقيقة بتاعتهم. صحيح. قطر بتقوم على دستور هو عدو عدو للحقوق. النهارده يمكن الدراسه اللي عملتها الهيئه العامه للتعليمات للقانون رقم 18 لسنه 2004 بتوضح لنا كمان نموذج اخر. نموذج انك انت ممكن وانت قاعد في بيتك وسط اسرتك، لو زارتك اسره ثانيه ممكن يفصل عددكم 20 فما تاخدوش اذن فيتم القبض عليكم ومحاسبتكم لانكم عملتوا اجتماع بدون حصول على تصريح. هذا نموذج موجود بالفعل، واحنا هنا مش بنقول حاجات مبالغ فيها، لا، ده القانون القطري بيقول كده. لانك انت لو
الاجتماع ده هيوصل ل 20 شخص او محتمل وأبرت السلطه انه ممكن يوصل ل 20 شخص بدون اذن، ممكن يتم القبض عليهم وفضه وعقوبتهم بالحبس لتصل لثلاث سنوات. اثنين، طب انت هتقدم تصريح او طلب تصريح هتقدمه لمين؟ للداخليه. الداخليه من حقها انها ترفض اصلا، من حقها انها ما تردش عليك اصلا. يعني لا تعبرك ولا تغيرك اهتمام وما تفكرش انها ترد عليك، ومجرد انها ما ردتش عليك فطلبك مرفوض. طب عايز تتظلم لمين؟ تروح للداخليه برضه. تتظلم للداخليه. يعني اللي حكم عليك بعدم عزم الاجتماع هو اللي تروح ويرفضك انه ما يردش عليك اصلا. كل دي نماذج للقمع، نماذج للديكتاتوريه، نماذج للانظمه الفاشيه اللي بتفرض سلطانها وبتفرض سلطتها وبتفرض قوتها وبتفرض جبروتها على شعب غلبان بقوتها، ومش وبتخلي بتخنق لدرجه الخنقه انك تبقى قاعد في بيتك وسط ولادك ما تقدرش تتكلم، ما تقدرش تفتح بقك، ما تقدرش تعبر عن رايك، ما تقدرش تعمل اجتماع، ما تقدرش تعمل مناسبه حتى عيد ميلاد. احنا عيد الميلاد بس عندنا في مصر اقل عيد ميلاد بيحضروا 100، تخيل ده لو حضروا 20 واحد هناك ممكن يتقبض على 20 واحد كلهم لانهم حضروا اجتماع بدون مشكله وبس. ده لما بيديك تصريح بعقد اجتماع بيقول لك ان الشرطه تحضر. حاجه ظريفه قوي يا استاذ رامي. أيوة. بيقول لك تحضر في المكان اللي تحدده. يعني هو شعب في النهايه، الشعب القطري هو شعب مغلوب على امره، فبيقهر وهو مغلوب على امره ما بيعملش حاجه في نفس الوقت يعني. بالظبط. بشكرك. نعم، وصلت الصورة. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، على هذه الإيضاحات.